يعني في حاجه انت طلبتيها منه وما جابهاش؟ لا ابدا ابدا. انا مش فاكر يعني مش فاكر. اقدم على الله. اكتر حاجه بقى بتحبيها في شعبان ايه؟ كله جسم كله على بعضه كده حته واحده. يعني احب ايه ولا اسيب ايه؟ مش عارف. انا هو داخل ويكبس عليا كده هو داخل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وهو في الوقت كمان يعني قبل الوقت ده يعني كان تعبان شويه. اي نعم ما نقولش حاجه. بس بصيتي كده له ببص ان انا السنات السنات كده كنت هقع والسنات ولو تعبان برضو قوي تستند عليا برضو ده. يعني بقول لك يعني برضو يبقى دلوقتي برضو ربنا يزيد ويزيد 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 مش مودي قوي يعني. السند السند يا عم. شوف هي بتقول السندت عليه. انت بقى السندت عليها امتى؟ امتى حسيت ان انت فعلا السندت على الست؟ انا طول عمري مسنود عليها طول عمري من اول ما اتولدت لحد دلوقتي. الست دي امي.